السلام عليكم. النهاردة بنتابع الفراخ بتاعتنا. العمر النهاردة 34 يوم، متوسط الوزن 2 كيلو 350 جرام. طبعا متوسط، يعني في أقل وفي أكتر. طبعا الحر مفرهد الفراخ. بصوا الفرخة نايمة على ال بصوا حط راسها ازاي، فاردة راسها برقبتها على الفرخة التانية. شوف الحر، ساعات الفراخ بتعمل كده على الأرض وترجع رجليها لورا، وبتبقى في وضع إن هي هتموت من كتر الحر والإجهاد الحراري، ما بتستحملش. سبحان الله، يعني أنا أول مرة أشوف المنظر ده فعلا. بصوا نايمة عليها وعمالة تنهج أمدها من كتر الحر. درجة الحرارة طبعا 30 والرطوبة عالية. بننزل النهاردة مجموعة الفيتامينات على اليوم التاني برضو النهاردة، اللي فيها فيتامين دال 3 وفيتامين اي وب 1 والسينيليوم. طبعا يا جماعة، يعني لو حد عنده حاجة تانية ما يغرمش نفسه، زي الفاروفيت مثلا، زي الفيروتال، اي حاجة فيها فيتامينات بتحاول تساعد الطير على مقاومة الإجهاد الحراري. وكمان الطير بيعيني بيبقى مش ما بياكلش، مش مستحمل ياكل حتى، فبتعوضه عن يعني قلة الغذاء دهوت، في إن إحنا بنمد المية بالفيتامينات وبالأملاح المعدنية، خصوصا كمان إن هو جسمه بيفقد العناصر دهيت والأملاح دهيت في مسألة مقاومة الحر، فلابد إن إحنا نديها له في المية علشان مسألة الفقد وعلشان مسألة الإجهاد الحراري. طبعا هوت أنا بحاول يعني إيه أحرك الفراخ عشان تقوم تشرب وتاكل. يعني الفرخ طبعا ساعات بيسيب نفسه كده، يعني ايه، بيستسلم للوضع النوم بتاعه. فانا بحرك الفراخ هي علشان تقوم تاكل وتشرب، عشان تاكل وتشرب علشان ما يحصل لهاش مضاعفات نتيجة الحر. البحر طبعا مفتوح، والإبلي حاطين عليه الشكارة، والشكارة زي ما انتم شايفين طلعت فكرتها ممتازة جدا جدا جدا. بيبخخها اهوت وانت واقف، بصوا اهو بابلها، بصوا اهو بخاخة موجودة اهيت، اهي بابل الايه، بابل الشكارة اهيت كل وقت، مش موضوع بسيط في ثواني بلتها هي. طبعا يفضل ان احنا كنا كملنا بقية الشباك، بالشكارة، ولكن يعني انا بستعرض الفكرة وهي دي الشكارة المتاحة عشان نتعلم مع بعض. كنا قفلنا الشباك كله بالشكارة، هتقلل طبعا الشمس اللي داخلة، مش هتخليها تبقى شديدة على الفراخ بتاعتنا. لو في هوا شرد ولا حاجة هتقلل من حدته، لو فيه هوا سخن برضه هتقلل من حدته، لو فيه هوا رطب هتزود الرطوبة بتاعته، زي التكييف بالظبط. يعني شكارة فكرتها ممتازة جدا جدا اهي اهي اتبلت كلها هي اهي اهي. ممكن كمان نحط عليها معطر، ممكن نحط عليها اي حاجة ريحتها حلوة، ليمون، اي حاجة موجودة في البيت نحطها عليها اهي. بصوا عشان الشمس لما تضرب فيها، ويا سلام لو نعمل على الشباك كله. طبعا كتير من اخواننا بيسألونا عن هل كل الادوية لا فترة سحبها يوم واحد، او ينفع نذبح الفراخ بتاعتنا
في نفس اليوم او اثناء ان احنا اثناء تقديم الدواء ده للعلف للفراخ؟ لا طبعا، المضاد السموم ينفع نذبحه في نفس اليوم، الفيتامينات الكالسيوم الاملاح المعدنيه، انما المضادات الحيويه مضادات الكوكسيديا والكولوستريديا الحاجات دي كلها من 5 لـ7 ايام كمتوسط. في حاجات طبعا استثناءات زي مثلا الجينتامايسين لما نحقنه، في ناس يقولوا 20، في ناس يقولوا 21 يوم فترة خروجه من الجسم. مادة الفلوريكول برضو بتقعد 20 يوم. طب الأدوية دهيت حتى إن شاء الله هستعرضها في الفيديوهات اللي جاية، إن إحنا لما نيجي نستخدمها نستخدمها في العمر البدري علشان ما تبقاش فترة طويلة في أنسجة ولحم الفراخ بتاعتنا. فبالتالي لما نيجي ناكل اللحمة دهيت هيبقى فيها دواء، والدواء دهوت هيأثر علينا لما نكبر في مسألة لما تيجي تاخد نفس المادة دهيت من الأدوية، هتلاقي جسمك ما بيستجيبش ليها. ليه؟ لأن جسمك أخد مناعة منها بسبب ان هو كان عمال ياكلها في بتاكل الدواء دهوت في الفراخ. فلذلك لابد ان احنا يكون عندنا ثقافة استخدام الأدوية. فالفلوروكول، جينتامايسين، الحاجات دهيت مدتها طويلة. مادة الكلورا ميفينيكول ديت اتمنعت، ممنوع تداولها، ممنوع ملهاش تداول خالص، ما بشوفهاش. رغم ان انا بستغرب ان في ناس يقول لك موجودة عندنا، اكيد يا مضروبة يا اما جاية بقى تهريب يا اما ناس بتصنعها كده. برضو نفس القصة، مادة السيبرو فلوكساسين برضو اتمنع تداولها، حتى لو في ناس عاملة منتجات موجودة مشكلة. طب انت عايز تستخدم المواد دهيت يبقى بحذر، استخدامها بالجرعات المظبوطة بتاعتها، براعي توقفها قبل ذبح الطيور. خدت بال حضراتكم؟ حتى احنا نلاحظ اننا في الفراخ دهيت من العمر 25 مفيش ادوية، ما اديتش مضادات حيوية، كلها حاجات اللي هي فيها الاحماض اللي هي اللاكتيك اسيد والبروبيونيك اسيد والفورميك والخلك والحاجات دهيت والفيتامينات، الريفو الاسبرين، مضاد السموم، الفيتامينات اللي انا لسه مستعرضها لحضراتكم. هي دي الحاجات اللي احنا نزلناها، بس ما نزلناش مضادات حيويه. بس لو كانت ظهرت طبعا حاجه تستدعي مضاد حيوي كنت هنزله، لان احنا بنتعلم مع بعض. ولكن بنقول العلاج وبنقول امتى نستخدم وامتى ما نستخدمش، علشان في ناس مثلا ممكن يخش على الفيديو فهو مش متابع ومش عارف ان دي سلسله حلقات بنتابع فيها. فلابد ان احنا ناخد بالنا من مسألة المضادات الحيوية دهيت. نفس القصة، ليه بنتكلم على مسألة الدواء ومراعاة فترة السحب وقبل الذبح؟ الدواء وسيلة علاجية، والأدوية دهيت المضادات الحيوية أصلا اتخلقت أو صنعت من بكتيريا ومن فطريات، ولكن احنا بنستخدمها بطريقة غير سليمة وما بنراعيش الامان بتاع استخدامها، فبالتالي ممكن يكون لها اثر سلبي على صحة الانسان. نجد برضو الست الحامل خايفة تاخد مضادات حيوية عشان خايفة على البيبي اللي في بطنها، ولكن بتاكل فراخ فيها مضادات حيوية. فبالتالي سبحان الله، هي يعني ايه خايفة وهي عمالة تاكل بس بطريق تاني. فلابد، مفيش مشكلة، هي وسيلة علاجية، ولكن نستخدمها بأمان بحذر، مراعاة فترة السحب. هذبح الفراخ، خلاص فاضل وقت على ذبحها. طب انا الفراخ تعبانة، هدي مضاد حيوي، يبقى اصبر اشوف فترة السحب امتى. يبقى احنا بنخاف على بعض، بنتقي ربنا في الطيور او في صحة البني ادمين. فلابد ان احنا نخلي بالنا.
مش من المضادات الحيويه، من اي دواء نستخدمه عموما وخاصه المضادات الحيويه. وان شاء الله هنتكلم عن اهميه المضادات الحيويه، لان هي طبعا بتعتبر منشط نمو، بتنشط نمو خلايا وبكتيريا في جسم الكائن الحي. كل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى لنفعه ولضره، ولكن احنا اللي ممكن نخلي نفعه كويس وممكن نخلي الضرر بتاعه اكتر مننا احنا. فان شاء الله هنستعرض المعلومات دهيت. طبعا كان اخواني على القناة قالوا لي عايزين نستعرض الاسعار، والله يا جماعة انا بنسى صراحة يعني، وانا يمكن حتى النهاردة لسه متصل من شوية قبل ما اعمل الفيديو. الاسعار النهاردة بمتوسط 5 جنيه، طبعا هي غالية ولكن هي عرض وطلب، في اقبال على الكتاكيت، او الكتاكيت مش الشركات المنتجة للكتاكيت عرضها مش كتير، مفترض ترخص عن كده في الجو الحر دوت. يعني النهاردة بمتوسط 5 جنيه، يعني في شركات بتبيع اكتر من 5 وفي شركات بتبيع اقل من 5 جنيه. وسعر الفراخ اللحم ب28 جنيه، والمحلات بتبيع ب32. دي يعني الايه المعلومات اللي انا عرفتها النهاردة. ان شاء الله ده يعني يكون اليوم 34، هنتواصل مع حضراتكم ان شاء الله، وشكرا لحضراتكم.